مشاهدينا، في اطار جهود الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر، وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع استثمار الصرف بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وطبعا تساهم في عملية تدفق الاستثمارات الاجنبية خاصة مع وهي تنافسية لمصر، الا او في ظل وجود ازمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الاجنبي. تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعة الرقائق الالكترونية والامونيا الخضراء والهيدروجين الاخضر، وتحفيز الاستثمار الاجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا من تاريخ المشروع. حول هذا الموضوع بدور حلقة النهاردة من برنامج ملفات، يسعدني ان يكون فيها ضيفي الدكتور محمد الجوهري استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. نورنا دكتور. الشعب المصري بذكرى عزيزة، وهي ذكرى افتتاح قناة السويس في عهد الخديوي اسماعيل منذ اكثر من 150 عام، حيث اهدت مصر للعالم اهم مجرى ملاحي نفذه البشر، وتحول لشريان اقتصادي تسير فيه اغلب سفن العالم المختلفة في هذا اليوم 16 من نوفمبر عام 1896، لتكون وقتها الحدث الاهم واحد اعظم الانجازات الذي قدمها المصريون بأيديهم. خلينا في البداية بصحتك يعني حفر قناة السويس، خلينا نشوف تقرير خاص بهذا الاحتفال ونبدأ حلقتنا النهاردة من برنامج ملفات، فابقوا معنا. في الذكرى 50 على افتتاح اهم واعظم ممر مائي في العالم قناة السويس، والذي نفذ بسواعد مصرية، انه بحق هدية مصر للعالم، ملحمة وطنية سطرها المصريون بعرقهم ودمائهم. فقد راود هذا الحلم المصريون منذ عهد المصريين القدماء اصحاب فكرة توصيل البحر الابيض بالبحر الاحمر، بل كانت هناك محاولات فعلية تمثلت في قناة سيزوستريس وسيتي الاول وبطليموس والاسكندر الاكبر وراجان وقناة أمير المؤمنين عمرو بن العاص التي تم ردمها لاحقا. وبعد أن تولى محمد سعيد باشا حكم مصر، تمكن دريسبس من الحصول على فرمان بحفر قناة السويس على أن تكون مدة الامتياز 99 عاما من تاريخ فتح القناة. ثم قام دريسبس بزيارة منطقة برزخ السويس، وتم تقديم تقرير أثبت إمكانية تحقيق هذا، وتمكن دريسبس بعدها من تأسيس الشركة وتكوين مجلس إدارتها. كان حفر قناة السويس رمزا لصلابة العمل المصري الذي شق الصحراء بيديه، ورغم تعرضه للعمل بالسخرة وراح ضحيتها المئات من المصريين شهداء، ما زالت دماءهم تروي مجرى القناة التي تخدم احتياجات العالم لآلاف السنين. وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر الجمهورية الجديدة، تم إنشاء قناة السويس الجديدة بطول إجمالي 37 كيلومتر موازية، وتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الإزدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف، ويزيد من قدرتها الاستيعابية لمرور أكبر وأضخم السفن في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل، وارتباطا بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ويرفع درجة الثقة في القناة كأفضل ممر ملاحي عالمي، ويقلل من قيمة الفكر في قنوات بديلة تنافسية بالعالم، وينعكس كل ما سبق على زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل للشباب، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة. وقد بلغت مدة تنفيذ المشروع 12 شهرا. في الأسود الدكتور محمد الجوهري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. خليني نتكلم في موضوعنا الأساسي، هو مسألة موافقة مجلس الشيوخ على قانون رقم 72 لسنة 2017. القانون
القانون دكتور محمد؟ قناة السويس اتفضل. في عبد الفتاح السيسي وكان انا شروط لا والاكبر في العالم الصحفي الكبير الاستاذ علاء حيدر رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط سابقا وحديث ايضا والقاء الضوء على هذا الحدث. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. 50 عام على حفر قناه السويس، دائما ما يتحدث العالم ان قناة السويس كانت هدية المصريين للعالم وانجاز بايدي ابناء هذا الوطن، كيف ترى هذا الانجاز دوليا ومحليا استاذ علاء؟ يعني هذا شديد قليلو افتتح مع اعتقد الهيدروجين الاخضر في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. الاهم من بشكرك كل سنه وانت طيب استاذ علاء. كل سنه والمصريين بالف خير. الاستاذ علاء حيدر رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط سابقا، عوده مره اخرى الى ضيفي الدكتور محمد الجوهري استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره. خليني نتكلم مباشره في موافقه مجلس الشيوخ على قانون بتعديل مشروع، يعني قانون الاستثمار الصادر في رقم 72 في سنه 2017. هو قانون تشجيع سواء
الاستثمار في الطب. خلينا نتكلم على اهم التعديلات اللي تمت في القانون الحقيقه انتشر الحوافز الاستثماريه، وهذا ما كنا نريد به ان يكون هناك حوافز استثماريه للاستثمار في بعض المجالات التي تعود على المجتمع بالنفع والتي بشكل عام. ومن هذه صناعات الرقائق الالكترونيه، صناعات النظيف الطاقه المتجدده، مشروعات الطاقه المتجدده ايضا وما لها من اهميه خاصه يعني تتمتع بها الدوله المصريه منذ القدم. خاصة سيارات السيارات، فكانت القانون استثمار افضل واقتصاد افضل. هل دكتور يعني على جميع المشروعات الاستثماريه ولا مشروعات معينه لها حوافز لها اولويه اكثر من مشروعات اخرى خاصه في مجال الطاقه المتجدده او الطاقه الخضراء؟ استثنى عده انشطه للاستثمار في هذا المجال يصنع سلع يعني مش سلع انه بيسيل المراد استثماره مثل الطاقة المتجددة كما ذكرنا بعض المشروعات الكبرى، فلابد ان اطيعها في القانون. اللي تدخل مصر، وانا اتكلم على الاستثمار المباشر الاجنبي، واللي طول الوقت السيد الرئيس بيؤكد انه اهميه هذا الاستثمار وان هو يجب ان يجد بيئه مناسبه للاستثمار داخل مصر. هنا اتكلم على المرحله القادمه وكيفيه يعني تحفيز او مشاركه الاستثمار المباشر بعد صدور هذا القانون. الحقيقه عن حافز يستثمر امواله امن وامان أي تمام او كما ذكرت تسبب وكان هناك مجلس الشعب في مجلس الشعب من بتحال مجلس الشعب للمجلس تحت الصعود حتى تكون لهذه الصناعات زي ما تم انشاء مدينه في صناعيه في بني سويف وحصل تنميه في دمياط الجديده بعض المشروعات الصناعيه التي تتميز بها. ف قدم باذن الله. يعني هل احنا بنتكلم في مده كبيره برضه دكتور محمد؟ يعني دايما لما نبقى نشوف اعفاءات ضريبيه لمده 5 سنين 3 سنين، دي مده طويله شويه
المده الضريبيه او هذا الحافز يمثل قاعده للاستثمار الاجنبي في مصر؟ هو الحقيقه العائد يعني مش عائد احنا نقدر نتكلم 15 15 سنة 15 الطاقة الخضراء الطاقة كبير مظبوط تمام حجم استثمارات كبير. خليني برضه اتكلم على القانون الجديد واللي يعني الزم وزاره الماليه بصرف الحافز الضريبي خلال 45 يوم من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي. اتكلم يعني ايه حافز ضريبي و يعني مساله تقديمه خلال 45 يوم من تهيئه نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار. لا لو حضرتك بتاعت مسحوب في مصلحة الضرائب المفروض مصلحة الضرائب 15% من هذا الحافز اللي هو المقرر ل العميل اللي بيقدم الاقرار رقم كده ممكن تقولها لنا بالارقام عشان المشاهدين يبقوا معانا يعني جميل يعني بتبقى اقول 25 من يوم 15% من هذا المبلغ تمام و ملزم طب خليني سؤال كده ليه ما تتخصمش من المنبع؟ ما هو تتخصم من المنبع ما اديش فرصه للتلاعبات لان لا جدية مية اللي هو الحوافز تمام. خليني دكتور اتكلم على مسألة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واللي طول الوقت بنتكلم ان هذه المشروعات هي خاطرة التقدم والنمو في كل الدول الكبرى. يعني اذا كنا بنتكلم على الصين فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كانت خاطرة النمو في الصين في الهند في ماليزيا في اندونيسيا في كوريا الجنوبية ولا انا غلطان في دي؟ مظبوط يعني وهنا يمكن حتى مجلس النواب في الدوره الماضيه قانون الخاص بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر ويسر امور خاصه بالاقتراض ومساله إيه؟ هل قانون الاستثمار بيتناول هذه المشروعات في 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 هو المشروعات الصغيره المتوسطه مهمه جدا لكن هي المشروعات الصغيره المتوسطه قائمه على ايه اصلا؟ على مشروعات كبيره أهل اللي إنما صغر اهتم بغزل المسيج صناعة صغيرة متوسطة وبالتالي متوسطة فأنا اهتم إن في معينة تمام هذا الأمر هام جدا هو مسألة البنية التحتية. البنية التحتية المصرية خلال الثمان سنوات الماضية بنية مشرفة بنية نقل
من تصنيف الى تصنيف اخر يعني. وانا اتحدث عن طرق كباري، اعادة تأهيل طرق قديمة، شبكة طرق جديدة على طاقة، حتى اصبحت مصر مركز اقليمي للطاقة، وكمان في ربط ما بيننا ما بين سوريا ولبنان ودول الخليج. وهنا اتكلم على البنية التحتية فيما يتعلق بالمواصلات والطاقة وتأثيرها في جذب الاستثمار سواء كان محلي او اجنبي. طبعا كانت اكبر استثمار في مصر، احنا استثمرنا الفترة الماضية الاموال لانشاء هذه البنية التحتية، وده فترة طويلة بنية تحتية وشروط الكبرى لكافة الاستخدامات حتى الاستخدامات المنزلية. عشنا يمكن هذه الامور كثير مشروع بنطمع ان احنا نعمل مع تصدير بعض الدول. توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من الاتفاقيات فيما يخص الهيدروجين الاخضر، الاقتصاد الاخضر، واهميه دخول مصر فيما يعرف بالاقتصاد الاخضر والتنميه المستدامه. بعد هذا التقرير فابقوا معنا. بهذا في الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي تأتي موافقة مجلس الشيوخ وبصفة نهائية على مشروع قانون تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار في مصر. وتتضمن التعديلات إجراء واستحداث حوافز ضريبية، ولهذا الحافز شقين: الأول تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة، والشق الثاني تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع، وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية. وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى من المشروع تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار المشار إليه في موضعين: الأول تجيز لمجلس الوزراء مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات، والثاني يضمن إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها، في حين جاءت المادة الثانية من المشروع منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء وتوسعاتها حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الضريبي على ألا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة، وذلك مع إصدار قرار يضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة ومدد منح الحافز لكل منهما بما لا يجاوز 10 سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز. ولكن يشترط منح الحافز للمشروع الاستثماري أو توسعاته في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي في الخارج بنسبة 50% على الأقل لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات، وذلك مع مراعاة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، لا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة. كما أجاز مشروع القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشؤون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة. بكم مجددا. يمكن على هامش كوب 27 في شرم الشيخ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني عقد اكثر من اتفاقيه خاصه بالهيدروجين الاخضر في المنطقه الاقتصاديه وقناه السويس مع بلجيكا والنرويج. كيف ترى دخول مصر فيما يسمى بالاقتصاد الاخضر بدايه يعني؟ الهيدروجين
على استضافة مثل هذا الحدث العالمي الذي يعتبر أيقونة في مصر تحدث الآن. وكان لنا الشرف في تنظيم هذا المؤتمر والاستفادة من كافة الفرص التي يعني وضعها المؤتمر أمام مصر في هذا المؤتمر. في البداية يعني يمكن وقعت شركات كبيرة مع الحكومة المصرية مشروعات خاصة في النرويج وفي بعض البلدان الأوروبية، مصانع لإنشاء الطاقة النظيفة الطاقة الخضراء، في مشروع الهيدروجين الأخضر والهيدروجين من أجل الطاقة الهيدروجين السائل الطاقة النظيفة الطاقة النظيفة. طبعا هذه الطاقة في انشاء الانشاء لها والعائد بتاعها او عائد الاستثماري بيجي بعد فترات طويله، ولكن اصرار الدول على مثل هذه الشركات معناها انها ترى ان مستقبل العالم في مثل هذه الصناعات. كما لو تحدثنا عن الطاقه المتجدده والطاقه الخضراء والطاقه اللي هي الوقود الاحفوري مثل البترول، هي طاقه منتهيه، لكن الطاقة المتجددة هي طاقة مستمرة إلى الأبد مع معنا ومع بقاء العالم. فمعنى استثمار في مثل هذه الطاقة أن احنا ندخل مثل هذا الاستثمارات وهذا المجال، أنه بقاء لفرص العمل المتاحة للشعب المصري من خلال هذه المشروعات. وأهمية تنوع مصادر الطاقة خاصة في مجال الاستثمار، نحن نتحدث عن طاقة متجددة، طاقة شمسية و طاقة الريح، طاقة وظهورها في جذب الاستثمارات. يعني الدولة المصرية عندنا طاقة اللي هي الطاقة من الغاز وطاقة اللي هي العادية من التوربينات الخاصة بمحطات الطاقة، وعندنا طاقة متجددة شمسية وطاقة رياح. بالطبع وجود طاقة خاصة طاقة يعني رخيصة ومتجددة وآمنة في مهم جدا للاستثمار. ولو نزلنا الأمور على سبيل المثال للحصر، يعني ما أنشئ الزعفران كما حضرتك ذكرت من محطات للطاقة طاقة الرياح، غرار هذه المحطات الموجودة في الجلالة، المصانع الخاصة بالرخام التي انشأت في منطقة الجلالة قائمة على هذه المحطات الطاقة المتجددة، مصانع رخام كبيرة جدا يتم التصدير من خلالها للخارج ويتم استخراج الرخام وتجهيز الخارج. كان يتم جزئية مهمة جدا تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، هي مسألة القيمة المضافة للمواد الخام المصرية. ودكتور يمكن أشار إلى مسألة الرخام، الرخام كنا بنصدره للصين مثلا بدولار وبعدين يرجع لنا ب 100 دولار أو واتيفر، يعني بمبالغ أكبر. الاستفادة من المواد الخام المصرية وإعادة تصنيعها خاصة فيما يخص بقى كلمنا على الرقائق الإلكترونية، وعندنا منذ فترة قليلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح في كفر الشيخ الرمال السوداء، في مصنع خاص بالرمال البيضاء اللي هتطلع السيليكا والرقائق الالكترونيه. هذه المشروعات الكبيره، ولان الاستثمار حضرتك اعلى مني دكتور، هو دايره واحده طاقه بنيه تحتيه حوافز استثماريه، وهتكلم في جزء خاص بثقافه الاستثمار والبيروقراطيه و الدايره، مساله هذه الدائره وخاصه فيما يخص الاستفادة من المواد الخام المصرية. وطبعا الاستفادة المصرية يعني ده اتجاه عالمي لكل بلدان العالم، ليست في مصر وحدها لكن في العالم كله. ممكن وجدنا الكثير من محاولات الرئيس الامريكي لكي تعود الاستثمارات الأمريكية التي ذهبت إلى خارج أمريكا في الصين وفي شرق آسيا، والآن يريد أن تعود إلى أمريكا مرة أخرى حتى يكون هناك استقرار سياسي استقرار اقتصادي، وان يعني يرتفع او ينخفض مستوى البطاله في امريكا نتيجه رجوع هذه الاستثمارات. هذا الحالي الى جذب استثمارات مره اخرى الى مصر من خلال استثمار المواد الخام الموجوده في المملكه العربيه السعوديه. انشات الكثير من المصانع البتروكيماويه حتى استفيد من البترول، يعني مش هصدر بترول بس، لا انا هستفيد، بدل ما اصدر بترول واستفيد من المشتقات البتروكيماويه مره
نقرا لا انا هصنع انا هعمل مصنع عندي. على الطريق الصحيح. وكما نعرف ان الاستثمار هو عماد الاقتصاد، يعني ما فيش اقتصاد او ما فيش دوله اقتصادها من غير الاستثمار. دكتور محمد خلينا نتكلم على الاستثمار. كان عندنا سابقا قانون الاستثمار وبعدين اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار ثم التعديلات التي حدثت ثم اخيرا برضه السيد الرئيس كان في ارتفع عليه ثلاث ايام منذ فتره تسهيل اجراءات الحصول على الترخيصات فيما يخص المشروعات الصناعيه. انت شايف المنظومه كلها بقت ازاي دلوقتي؟ خاصه انت بتقول برضو وده مهم جدا مساله ان ما فيش حاجه في الدوله دلوقتي. كنا زمان بنعاني من الجزر المنعزله، قرار هنا وقرار هنا، ممكن نلاقي القرار ده بيضرب يعني في تضارب قرارات. دلوقتي بنتكلم على عدد يسير بخطى متوازيه في كافه المجالات خاصه مجال هام جدا زي الاستثمار. من هام جدا خاصه فيما خرجت منه من توصياته على راسها تسهيل اجراءات انشاء المشروعات الكبيره في مصر. ذكرت حضرتك ان انا ما تعملش، يعني انا كنت حضرتك كمستثمر علشان تعمل مصنع مثلا بتوقف 15 صناعيه بيجيب الامن الصناعي بيجيب موافقه من الحي او المدينه اللي تابع لها المصنع والتراخيص والدفاع المدني والضرائب والسجل كلام كتير جدا يعني. فتسهيل رخصه واحده في ايده حاجه واحده هيئه الاستثمار اللي انا يعني اتمنى تكون، لان الاستثمار بتاعنا اعظم من يكون بهذا القرار يكون لها اب شرعي تقدر تنقلات بسرعه توليد اهتمام اكبر يعني. وده احنا بنطالب بيه منذ فتره انشاء مثل هذه الوزاره لطاقه المصريه. برضو انا هتكلم في جزئيه ثانيه برضو اللي هي ايه؟ ممكن يبقى في قوانين خاصه بالاستثمار ولكن يعاقها التنفيذ، تعاقها البيروقراطيه. خلينا ناخد تقرير بعد هذا التقرير هتكلم على المناخ العام للاستثمار، ثقافه الاستثمار، ان اللي يكونوا شغالين في هذا المجال عندهم فكر ان الاستثمار سواء كان محلي او استثمار مباشر اجنبي هو لصالح الوطن في النهايه. بعد هذا التقرير فابقوا معنا. سياسات إصلاحية تتبناها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل تحسين مناخ الأعمال، حيث تستهدف الدولة المصرية تحقيق معدل نمو للاستثمارات. ولذا اتخذت الدولة حزما تحفيزية لجذب الاستثمارات بشكل عام والاستثمار الأجنبي بشكل خاص، إذ يتم تعزيز البنية التشريعية. فتم إطلاق خريطة استثمارية لتمثل فرصة استثمارية بمحافظات مصر المختلفة. وفي هذا الإطار تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي لا تنقطع بضرورة تركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة لتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، وكذلك توفير إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة، إضافة إلى توفير التمويل وإصدار قرارات لدعم المشروعات القائمة لتعطي رسالة اطمئنان للمستثمرين، بجانب مبادرة البنك المركزي ووزارة المالية بتقديم قروض منخفضة الفائدة وتقسيط المستحقات الضريبية وإعفاء من الضريبة العقارية وغيرها من المستحقات على القطاعات الصناعية المختلفة. كما أدت السياسات الحكومية إلى تقدم في المؤشرات الدولية للاقتصاد والتي تعطي ثقة للمستثمرين، تتمثل في توقع صندوق النقد تحقيق مصر معدل نمو يبلغ 6.6%
لعام 2022 ليكون واحدا من أعلى المعدلات العالمية. وفي البنية التحتية اتخذت الدولة خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، فشهدت مصر نقلة نوعية لرفع كفاءة الطرق وإنشاء طرق جديدة، كما تم إنشاء وازدواج وتطوير شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الطرق والمحاور الجديدة لتكون بمثابة شرايين جديدة للتنمية في أنحاء الجمهورية. ولأن القطاع الصناعي في مصر هو بوابة العبور للمستقبل، جهود كبيرة تبذلها الدولة وبتنسيق كامل بين كل الأجهزة في كل أنحاء الجمهورية لتشجيع الصناعة الوطنية وبناء العديد من المجمعات الصناعية، وذلك للنهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق طفرة في معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف القطاعات الصناعية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي وجذب الاستثمارات في شتى القطاعات المختلفة. مشاهدينا الكرام، دكتور محمد، كنت بتكلم قبل التقرير على الروح التي يجب ان تكتسب من القائمين على تنفيذ القوانين. اصل في النهايه قوانين، في دول ما فيهاش قوانين خاصه بالاستثمار، لكن ثقافه الاستثمار موجوده في هذه الدول. بالطبع ثقافه الاستثمار بين الشعب المصري والاستثمار في مصر، وتعرف واحتفظ المستثمر المحلي، وازاي ان انا اسعى لافضل جوده. ده مهم جدا، لان احنا ما عندناش زي ما حضرتك قلت فعلا ثقافه للمستثمر او للشعب عامه، لان الشعب استثمار في العقود القادمه، ازاي انا مش مجرد اعمل بيض يومين واي حاجه يعني. انت الاستثمار في مصر الناس اللي هم في الشارع، حتى كمنظومه اقتصاديه و جنب مع الحكومه. خليني دكتور محمد اتكلم على جزئيه مهمه جدا، هي المناطق الصناعيه. وحضرتك اشرت انك كنت موجود اثناء افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقه الصناعيه في بنها محافظه القليوبيه وفي مدغمر. كيف ترى مساله انشاء مناطق صناعيه في مناخ او في مساعده مناخ الاستثمار بشكل عام؟ انشاء العاصمه الاداريه في مصر لابد ان تكون هناك عاصمه صناعيه، ولكن السيد الرئيس اللي كان له فلسفه مناطق صناعيه وليست مدينه واحده. كان ده في اتجاه لابد، ذكرت حضرتك في منطقه صناعيه في القليوبيه في بنها طبعا في وفي اسيوط، في منطقه صناعيه بتنشا هناك، وفي منطقه صناعيه انشات بالفعل في بني سويف. الكلام ده كلام جيد جدا، ان كل مصانع بمواصفات ان انا على من خلال هذا المشروع الصناعي مدينه متراميه بكل جوانبها، اعمل مجتمع جديد من خلال هذه المدن او المناطق الصناعيه الجديده. وانا بتكلم عن الاستثماريه لكل المحافظات وتسهيل الاستثمار في كل محافظه، كل محافظه لها خريطه استثماريه عن الصناعات التي يمكن ان تقوم في هذه المحافظه، عن امكانيات هذه المحافظه لمساعده المستثمرين عفوا. الخريطه الاستثماريه في مصر وكيف تراها الخاصه بالمحافظات؟ وبالطبع الخريطه الاستثماريه من كل محافظه تختلف نظرا للاستثمار العاصمه لنسى
استثمار في استثمار في البيئة المحيطة الموجودة سواء كانت زراعة أو المناطق الصناعية. كثير من مدن الصعيد الأكثر يعني كان الأكثر فقرا والحاجة لمثل هذه الصناعات بدأ من الكثير في الاستثمار والتنمية داخل مصر. خلينا نطلع آخر تقرير معنا في حلقة النهاردة من برنامج ملفات. في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ونحو خطوة تهدف لتحسين ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد المصري، اهتمت الحكومة بتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار من خلال منح الحوافز الضريبية وتوفير مزايا ضريبية وتسهيلات وضمانات تعمل على حث المستثمرين وتشجع على جذب الاستثمارات. مصر من خلال يعني رغبتها الملحة في جذب الكثير من الاستثمارات وعرض الفرص الاستثمارية، وافق مجلس الشيوخ مؤخرا بشكل نهائي على تعديل القانون رقم 17 لسنة 1972 قانون الاستثمار، وكمان المادة رقم 11 في القانون اللي بتتضمن صرف حوافز استثمارية للمشروعات القائمة اللي بتنص عليها المادة. تم كمان إضافة مادة 11 مكرر للقانون بحيث يتم صرف يعني حافز نقدي بيتراوح من 15% ل 55%. ده حافز نقدي للاستثمارات اللي موجودة في مصر حاليا اللي بتنطبق عليها الشروط، ودي فرصة كبيرة جدا للاستثمارات الخارجية. اعتقد الكلام ده مش موجود في اي دولة تانية. مصر بتحظى يعني باهمية كبيرة جدا عند المستثمرين. الحمد لله يعني تخطينا موضوع البنية التحتية، تم تنفيذ بنية تحتية على يعني مستوى مواصفات عالمية كبيرة جدا، عندنا المناخ مناسب جدا، عندنا كمان الاستثمارات اللي بالعالم دلوقتي بيدور عليها. الاستثمار دلوقتي كله رايح ناحية الطاقة الجديدة والمتجددة. مد العمل بالحوافز الضريبية لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة القادمة، ومنح حافز استثماري نقدي إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها، تعديلات تم إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقدير الحافز الاستثماري الجديد. الآن هناك حوافز كبيرة جدا، ومنها الرخصة الذهبية التي منحها السيد الرئيس للمستثمرين الذين يريدون الاستثمار في مصر. هذه الرخصة يتم استخراجها من مجلس الوزراء مباشرة لمدة 3 شهور. هناك مشروعات كبيرة جدا وأطروحات كبيرة جدا، كمان المشروعات القومية وفتح باب الاشتراك والمشاركة مع القطاع الخاص، طرح مشروعات القطاع الأعمال في البورصة للأجانب وللمستثمرين المصريين والمحليين، وضع حوافز ضريبية، وضع حوافز بالنسبة للمصانع، الأرض مجان وتوفير الأراضي وتوفير البنية الأساسية. جهود تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يدعم الاقتصاد القومي ويحقق أهداف التنمية المستدامة. التي نشعر أنها مترابطة مع بعض للمساعدة في خلق أو أن يكون هناك مناخ مناسب للاستثمار. كيف ترى الاستثمار المحلي والأجنبي في الفترة القادمة إن شاء الله؟ الكبير التي تعتمد استثمار أفضل في مصر مصري. شكرا لكم. كل الشكر والتقدير لضيفي الدكتور محمد الجوهري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من برنامج ملفات، وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم دائما على خير. إلى اللقاء.